الرياضة من أونلايف، أهلا بكم. حرصت أندية العالم على التضامن مع مصر عقب الحادث الإرهابي الغاشم، حيث حرص نادي بايرن ميونخ الألماني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على تقديم خالص التعازي للمتأثرين بالحادث في مصر. أما حساب نادي برشلونة الإسباني فأعرب عن خالص تعازيه وتضامنه مع عائلات ضحايا الهجوم المروع الذي استهدف مسجد الروضة. غرد نادي روما عبر تويتر بأن قلوبهم تتألم لشعب مصر وجميع المتضررين من الهجوم المروع. أما نادي سوك سيتي عبر تويتر فقد تقدم تعازي لأسر وأصدقاء شهداء مصر عقب الحادث الإرهابي المروع الذي ضرب سيناء. بينما أعرب العاملون في نادي ليفربول تعاطفهم مع الأحداث المؤسفة التي حدثت في مصر. حرص عدد من نجوم الكرة العربية والعالمية على التضامن مع شهداء مسجد الروضة بالعريش، وذلك الذي وقع عقب صلاة الجمعة، حيث غرد تيرشيغن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني عبر تويتر مطالبا بالصلاة من أجل مصر، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني. كما غرد مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي عبر تويتر معلنا تعاطفه مع المتضررين من الحادث الدامي في مصر. كما حرص نبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس على تقديم واجب العزاء للشعب المصري في شهداء الحادث الإرهابي الغاشم. كما غرد المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي عبر تويتر رحم الله شهداء مسجد الروضة وأسكنهم فسيح جناته وخالص العزاء لأهلهم وللشعب المصري. أبدى نجوم الكرة المصرية المحترفون حزنهم وغضبهم جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجد الروضة بمدينة العريش، ما تسبب في استشهاد ما يزيد على 300 شخص وإصابة آخرين، حيث تفاعل نجوم الكرة المصرية في الخارج عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستغرام، حيث قدموا التعازي لأهالي الشهداء مؤكدين أن ذلك لن يؤثر على مسيرة مصر في محاربة الإرهاب والقضاء على جذوره، وأن مصر باقية رغم كل هذه الأحداث. أعلنت عدد من الأندية الإسبانية تضامنها مع الشعب المصري عقب الحادث الذي وقع في مسجد الروضة في منطقة غرب العريش، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء، حيث غردت حسابات أندية ريال الوليد وسيلتا فيجو والميراليا وريال أوفيديو وتيرفي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صلوا من أجل مصر معربين عن تعازيهم لأهالي وأصدقاء ضحايا وشهداء الحادث الإرهابي الغاشم. ارتدى الدولي المصري عصام الحضري حارس مرمى التعاون السعودي والمنتخب الوطني شارة سوداء أثناء مباراة فريقه بالدوري أمام الباطن، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 11، حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الحادث الإرهابي بمسجد الروضة بالعريش. شهدت المباراة تألق الحضري بشكل كبير وأنقذ مرماه من أكثر من فرصة خطيرة فضلا عن تصديه لركلة جزاء سددها إديسون لاعب الباطن قبل أن ترتد الكرة له من جديد ويحرز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 3 من الوقت الضائع. هذا التعادل رفع رصيد الباطن إلى 15 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما ارتفع رصيد التعاون إلى 13 نقطة في المركز السابع. مكان مناسب أمام التغطية من جانب الشمري، الجوعي ينتظر، يمر عند المهارة وعند القدرة، يلعب كرة عرضية وتصويبة مباشرة من جانب. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام بعد حادث مسجد الروضة الإرهابي الأثيم. وأوضح اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للنادي الأهلي وقطاع كرة القدم ورئيس قطاع الإعلام وإدارات النادي كافة وأعضائه وجماهيره نعوا ببالغ الأزاء والحسن شهداء الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع بمسجد الروضة بمدينة العريش أثناء صلاة الجمعة. ودعا النادي الأهلي المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بوسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وفي أول لقاءات مسابقة الدوري الممتاز عقب الحادث الإرهابي الأثيم، حرص لاعب الأهلي والداخلية خلال مباراة الفريقين على ارتداء شارات سوداء لإعلان تضامنهم مع شهداء وضحايا هجوم مسجد الروضة الإرهابي. كما شهدت المباراة الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء.
حرص حسام البدري المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي على نعي شهداء الوطن في الحادث الإرهابي الغادر، حيث أكد عبد الحفيظ أن بتكتف ووحدة الصف سيتم القضاء على الإرهاب. بنعي شهداء الوطن وربنا يتغمدهم برحمته. لازم ننعي انفسنا وشهداء اللي حصل النهارده في العريش، بالتاكيد يعني حاجه يعني الواحد بيجد صعوبات كبيره قوي عشان يلاقي لها وصف، لكن ان شاء الرحمن باذن الله رب العالمين طول ما احنا ايد واحده وان شاء الرحمن باذن الله يبقى باذن الله نقضي على الارهاب ده من جذوره باذن الله. من جانبه نعى نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن في الحادث الإرهابي، وأكد النادي في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن ما حدث لن ينال من عزيمة الشعب المصري في حربه ضد الإرهاب بعد العمل الغادر بمحيط مسجد الروضة في منطقة غرب العريش، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء. وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تؤثر في الشعب المصري الذي اختار أن يقف في وجه الإرهاب ولن تنال من عزيمته، مؤكدا أن طريقة تنفيذ الحادث تنم عن تفكير لا علاقة له بأي دين. لا شيء محزن طبعا، بس هل الإسلام أنك تفجر مسجد بيت ربنا؟ حاجة تقرف والله العظيم، حاجة تقرف. أولا كلهم شهداء ربنا يرحمهم جميعا، ومصر مش قد الجسم، مصر 104 مليون، عمر ما كان ده اسلام في العالم، دي كلها علامات من علامات يوم القيامه، ربنا يستر. والاسلام مش كده، لكن في مسلمين كده، يا ريت المسلمين، ده الكفار ما يعملوش كده. رحب محمود الخطيب نجم الأهلي السابق والمرشح لمنصب رئيس النادي الأهلي بالانضمام لوفد من الشخصيات العامة لزيارة بئر العبد لتقديم الدعم المعنوي لأسر الشهداء وتوجيه رسالة قوية أن مصر لن تركع أمام الإرهاب. وأعرب الخطيب عن أسفه للحادث الأليم مؤكدا على أن مرتكبيه هم قلة لا دين لهم، مشيرا إلى دعم كل الشعب المصري لمؤسسات الدولة لدحر الإرهاب الأثيم، ومؤكدا أنه قام بإلغاء الندوة الخاصة بقائمته مساء الجمعة بعد أن علم بالفاجعة أثناء دخوله فرع مدينة نصر، ورفض أي مظاهر احتفال والوقوف دقيقة صمت تضمنا مع أسر الشهداء. واختتم نائب رئيس الأهلي السابق بأن قائمته قررت إيقاف أي دعاية انتخابية طوال فترة الحداد. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة نيبوشا نقل ميران الفريق استعدادا لمواجهة مصر المقصة من ملعب بوتروسبورت إلى استاد القاهرة، ويواجه الزمالك نظيره المقصة غدا الاثنين على استاد القاهرة الدولي بالجولة 11 من الدوري الممتاز. كان الزمالك تدرب طوال الفترة الماضية على ملعب بوتروسبورت بعيدا عن انتخابات النادي التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين. يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وكان آخر فوز له على النصر بهدفين لهدف، في حين يحتل مصر المقصة المركز الثالث عشر بتسع نقاط. رفضت اللجنة القضائية التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد خليفة انتظار يوم آخر قبل تسليم مقر النادي. وقرر خليفة تسليم القلعة البيضاء إلى شريف حسين مدير عام النادي أمس السبت، وتولى خليفة رئاسة الزمالك لمدة أسبوع إلى جانب يومي الانتخابات طبقا للائحة التي تقضي بتسليم مقر النادي إلى هيئة قضائية قبل الانتخابات بهذه الفترة. كانت الانتخابات قد أسفرت عن استمرار مرتضى منصور على كرسي رئاسة النادي. تقدم أحمد سليمان بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك بعد خسارته انتخابات القلعة البيضاء على مقعد الرئيس. وقال سليمان في بيان له عبر صفحته على فيسبوك، قال إنه لا يملك سوى تقديم خالص التقدير والشكر والعرفان لكافة أعضاء الجمعية العمومية، سواء الذين منحوه أصواتهم في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها أو التي مر بها قبل وأثناء الانتخابات، أو من لم يمنحوه، مؤكدا أنه يكن لكل التقدير لجماهير النادي التي وقفت بجانبه.
أكد سليمان أنه سيظل على تواصل مستمر من أجل خدمة نادي الزمالك، ومتمنيا التوفيق للثنائي الناجح من قائمة هاني العتال وعبد الله جورج بالمجلس الجديد. نشر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لمجلس إدارة النادي الجديد، ووجه التهنئة لنادي الزمالك الذي كسب أكبر جمعية عمومية في تاريخ أندية مصر. وشهدت الانتخابات الأخيرة للزمالك فشل أحمد مرتضى في نيل ثقة الجمعية العمومية لتولي أحد منصبي نائب رئيس النادي، في حين نجح كل من أحمد جلال إبراهيم وهاني العتال، إلا أن فرصة نجل رئيس النادي لا تزال قائمة نظرا لأن الأوضاع القانونية لكل من جلال والعتال غير مستقرة حتى الآن. أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن الجنوب أفريقي باكا ماشامبي سيكون أحد نقاط القوة في الفريق خلال المرحلة المقبلة بعدما ظهر بشكل جيد في الفترات التي شارك فيها. وشارك باكا أساسيا في مباراة الأهلي أمام الداخلية الجمعة الماضية بالدور التي فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، وصنع هدفا بعدما سبق وشارك لمدة دقائق في لقاء الإسماعيلي بالدوري الذي فاز فيه الأحمر بثنائية نظيفة أيضا. أكد البدري أن الجنوب الأفريقي يؤدي بشكل جيد في التدريبات ويتميز بالسرعة التي تعد إحدى نقاط قوته، وسيحاول الجهاز الفني استغلالها في الفترة المقبلة كما حدث في مباراتي الإسماعيلي والداخلية. توج مازيمبي الكونغولي بلقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية على التوالي عقب تعادله سلبيا مع مضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب الأفريقي في إياب الدور النهائي. واستفاد مازيمبي بفوزه في لقاء الذهاب بهدفين لهدف ليتوج باللقب فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. واضطر فريق مازيمبي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد شونغو كاباسو في الدقيقة 82، كما أنهى سوبر سبورت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ثوسو فالا في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وبذلك بات مازيمبي ثاني أكبر الفرق تتويجا بالكونفدرالية بعد الصفاقسي التونسي الذي فاز بالبطولة ثلاث مرات. فشل الهلال السعودي في اختراق دفاعات نادي روا ريد دامنز أمام أهدى لقب دوري أبطال أسيا للغريم الياباني بعد خسارته بهدف نظيف في إياب الدوري النهائي. وأغلق نادي أوراوا كل المنافذ على الهلال خلال المباراة النهائية في سايتاما قبل أن يقتنص هدف الفوز في الدقيقة 88 عن طريق المحترف البرازيلي رافائيل سيلفا. كان الفريقان قد تعادلا بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بالرياض، مما يعني أن مجموع المباراتين هو 2-1 لمصلحة الفريق الياباني. وتعد هذه البطولة الثانية للفريق الياباني حيث سبق لأوراوا تحقيق دوري أبطال آسيا عام 2007. كما سيشارك أوراوا في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي في ديسمبر المقبل. مشاهدينا النشرة متواصلة مع حضراتكم وفيها بعض الفاصل. رسميا ميسي يمدد عقده مع برشلونة بشرط جزائي قدره 700 مليون يورو.